كملين معكم صباحنا مشاهدينا، ورح ننتقل لفقرتنا التالية رح نحكي فيها عن الأنشطة يلي بتعزز من حركة الطفل والحركة يلي بتقوي من قوة شخصيته وإرادته وإدراكه للأمور من حوالينا وكمان صحته العقلية والجسدية والنفسية. هاي الأنشطة ممكن يكون لها تأثير كتير كبير على صحته بشكل عام. رح نتعرف سوا كتير على هاي الأنشطة اليوم مع الاستشارية الاجتماعية الأستاذة رندا علي. صباحك. صباح الخير رندا، اهلا وسهلا فيكي. بالبدايه ايمت بنبلش مع طفلنا نعمل نشاطات حركيه؟ ايمت نحن فينا هيك نعمل تواصل بيننا وبين اطفالنا لحتى ينمو هذا الشيء يعني لوقت للمستقبل؟ هلا بتتفاجئي انه لازم من الايام الاولى لما بيكون في ضغط معين على الجسم اللي نحن بنقول له مساج للبيبي بنعمل له اياه، هذا يعتبر مثل حركه لحتى نحن اول شيء حتى تشوفي صحه المولود، بتشوفي منعكساته اللي هي ردود فعله الحركيه اللي بتكون بتجي تلقائيه طبيعيه. فهون انت بتشوفي اذا عطاكي هاي المنعكسات الصحيحه فمعناتها هو بصحه جيده وعم بيمشي بالنمو المناسب، اذا لا فانت هون بدك تصيري تحاولي بشكل تتدخلي لحتى تصير عنده هاي المنعكسات تعلميها. هلا هون نحن من هاي الفتره لما بتصيري مثلا بيقولوا لك اعملي له رياضه للبيبي، انه انا ممكن مثلا اقرب له ايده اليمين على مثلا رجله اليسار او بالعكس او الايدتين على بعضهم سواء من فوق لتحت او بعكس بعضهم هو نايم متسطح، فهدول كمان يعتبروا نشاط حركي رياضي مفيد للطفل بيعطيه نمو عقلي جيد بالمراحل اللاحقه لبعدين. كثير نحن بيجينا مشاكل لاطفال عندهم مشاكل او مثلا صعوبات تعلم او في عندهم مشاكل مثلا ما بينقل صح من على اللوح، توجهه بالفراغ ما بيكون مناسب، هي كلها مشاكل حلها الاول الاساسي هو الحركه والرياضه. فنحن هون اول شيء بنشتغل عليه لحتى مثلا مسك القلم، بتجي مثلا حدا من الامهات اللي خطه مو منيح ما بيمسك شغله الا ما بيكبها، هي التفاصيل كلها. الخطوه الاولى هي النشاط الحركي الرياضي الموجه، انا دائما حطه بش نشاط موجه، يعني انا في هدف منه مو انه بدون هدف. طبعا النشاط الحركي بيكون له عده ابواب، يعني الطفل عم يلعب بالكره او عم يلعب مع رفقاته بالشارع او باي نشاط ممكن هو يكون عم يعمله، ممكن انه كمان يتعثر يشوف اطفال يتخانق هو وياهم، يصير مشاحنات او يتعثر ويوقع ويصير عنده مشاكل. قد ايه لاي درجه مفيد هذا الشيء لسلوك الطفل للانتباه او لتطوير التعلم عنده؟ هلا دائما نحن مثل ما ذكرنا لما بيكون الحركه غير موجهه بتلاقي مثلا طفل كثير بيحرك مثلا بالبيت، بضله بيدور بضله بيمشي، او بالمراحل الاولى والاكتشاف ببلش بيكتشف بطريقه انه مثل ما بتجي انه بضل بينكت بضل بيعمل لي فوضى بطريقه غير موجهه، انه كيف بيكرر هذا الشيء، مو مثلا اكتشف المكان فهو خلاص راح لشيء ثاني، لا بضل بنفس الروتين وبنفس الشيء، فهون صار غير موجه. لما انا بوجهه انه مثل ما عملت لي فوضى بهذا المكان تعال نرجع بنفس الحركه نرجع نرتبه او نظبطه، فانا هون حاولت احطه بهيئه انه هو نشاط موجه. لما ببلش بيلعب بلعبه مثلا كل العابه بيفردها بس لما بيرجع بيضبها، فانا لما بعلمه انهاء المهمه بالحركه اللي هو عم يتحركها فانا هون رجعت حطيته بالنشاط الموجه. بنشوف مثلا اطفال بتركض تلاقي ما بينتبه على حاله هو عم بيركض بيتعثر وبيوقع بتلاقي ايده بتنكسر ثلاث مرات. هذا الشيء شو بيعلمه يعني مثلا؟ هلا هذا في عندك انواع من الاطفال ممكن هذا بيرجع حسب التربيه،
ممكن مثلا متى ما يوقع يقعد بالارض ويبكي، بدك حدا يجي يشيله، او تكون الاصابه كثير بسيطه هو يشوفها انها كثير مبالغ فيها، يكون رد فعله مبالغ عن حجم الاصابه. هون لما انا علمته يقوم لحاله يوقف، ما صار شيء، شو الاجراء اللي لازم تعمله؟ تعال نغسل مكانها، تعال نشوف اذا هي بحاجه نلفها او لا. هي التفاصيل هي بتعطي الخطوات الاولى اللي نحن يمكن نتساهل فيها، ولكن هي الخطوات الاولى للاستقلاليه والاعتماد على النفس والثقه بالنفس. بتلاقي في نوع من الامهات اكيد ما بتصرف هيك، بتلاقي بتركض عليه حبيبي شو صار معك، يمكن بتقتله او بتقتله فوق الوقع. هذا الجزء تاع القسم الثاني، انه يا بدها كثير تطبطب عليه وهو، فهو صار عنده سلوك تكيفي بعدين، انه انا بتكيف مع الموقف، كل ما صار كل ما وقعت بصير ببكي وهن بيجوا بيتصرفوا. بالمستقبل بصير كل ما صار معي مشكله، خساره معينه او مشكله معينه بالحياه حتى اجتماعيا، فانا خلاص برجع انه هيك انه انا مسكين وحلوا لي مشاكل. يمكن هذا اللي بصير بيقولوا له ابن الماما. ايوه تماما، هي من المصطلحات اللي بنسمعها. الشيء الثاني الامهات انه فوق ما هو مثلا ضارب رفيقه اخوه مثلا، والاخ عم بيبكي وممكن تكون اصابته قويه، وفوق ما هو مثلا خايف انه هو شو رد الفعل، بتجي هي بترجع بتضرب، تكون بالاصابه مع واحد بصيروا بالاثنين. فعوض ما يكون مثلا في حل اجرائي سريع لحل موقف حسب الاصابه والمشكله، ما بين هي بتعلمه انه انا بصير بضرب او بصير بركض وبوقع حالي او ما بنتبه على الخطر اللي انا فيه، هي ودايره وشها، يعني بصير انا هون وقعت بمشكله ثانيه بسلوكيات ثانيه غير مفيده لبعدين، وبتعمل مشكله يعني للام. رندا خلينا نحكي يعني غير النشاطات الحركيه، نحن هلا عم نشوف نشاطات او مو نشاطات، عم نشوف سكون وركود للاطفال هو بسبب الموبايل، يعني من اول يوم بيخلق الطفل نحن بنحط له الموبايل بوشه، يعني ببطل عنده تعابير، ببطل بيرد على حدا، حكينا كثير انه بصير عنده بعض من اضطرابات التوحد ممكن من وراء الشاشات، لكن خلينا نحكي عن جد عم نشوف جيل هو لا بيتحرك، ما بيتقبل يعمل نشاطات حركيه بسبب جهاز الموبايل، بسبب حتى التلفزيون مضر. خلينا نحكي اليوم نحن كيف فينا نطلع الاولاد بعمر صغير من هي الحاله، اوكي نخصص لهم يعني بضع من الساعات او الدقائق حسب الاعمار وحسب الارشادات الصحيحه، ولكن عم نشوف اولاد عندهم كثير حاله من عدم التركيز، خلص بس يقعد على الموبايل خلص لا بيعمل نشاطات حركيه ولا تواصل اجتماعي اصلا. هلا نحن بحاجة كأشخاص ليكون في عنا هذا الاكتفاء، أنا هذا الاكتفاء بعده أو بالعلاقات الاجتماعية، بشعوري بالإنجاز، ما بالك أنا عم باخذ هذا الشيء بدون ما أبذل أي مجهود، بدون ما حدا يقول لي بيصير ما بيصير، لازم هيك ما لازم هيك. أنا عندي هاي الشاشة كل حياتي من خلالها، ما في أي قيود لي، بقعد بقضي وقت اللي مفتوح أنا بقعد معه، فأكيد ما حقوم أعمل أي نشاط تاني أو أتحمل مسؤولية أي شيء تاني طول ما أنا عم باخد هاي المعززات وهاي الشعور بالسعادة وبالمتعة أو بالإنجاز اللي أنا ممكن عن طريق لعبة معينة عم بحقق مراحل فيها. هون بصير هذا الاكتفاء الذاتي عند الطفل، إنه أنا خلص أنا ما عاد بدي شيء، ما أنا هون مبسوط وعم تسلى وأنا قاعد، ليه بدي أقوم عذب حالي. بالمراهقة بصير بيتحول لوحدة، بيتحول لعزلة، بصير خلص هو مكتفي بهاي الشاشة وكل شيء عم تعرض له اياه، بتصير هي متحكمه فيه. هلا نحن هون لما بدنا نحاول نسحب الطفل في مراحل، انا بقول لهم كل ما كان العمر اصغر كل ما كان القدره اني انا افرض قوانيني وتوجيهاتي على الطفل احسن ما يكبر ويصير ما عاد فيني اعمل شيء خلص. وخصوصي هلا هذا الجيل عم بيكون كثير مستقل بشخصيته وعم بيكون صاحب قرار بالشيء اللي هو بده يعمله، وهذا عم بيعمل مشكله حقيقيه لما ما عم بيكون هذا القرار صح او مناسب لحياته المستقبليه. فكتير صح انه انا احط ساعات ثابته سواء للموبايل او التاب وسواء للنشاط الحركي اللي ممكن يكون
برات البيت او داخل البيت بمسؤوليات معينه، دائما حملوا مسؤوليات معينه، انه نحن دائما ممكن انا شيك على شو ناقصنا خضره، هي من مسؤوليتك. هي التفاصيل ولو على بساطتها ولو على انها ما تكون جوهريه، ولكن هي بتعطي هذا الحس بالمسؤوليه اللي ممكن انا اقدر كل ساعه ساعتين قيمه من على الجهاز لما بيكون مثلا بعمر المراهقه او شيء. فكتير ضروري رافق دائما ساعات محدده للموبايل والتاب وحتى للتلفزيون، برامج تلفزيونيه، وبنفس الوقت يكون في وقت ثابت للرياضه وللحركه. نحن كثير بنعرف انه المشاكل التعليميه اساسا مثل ما ذكرنا بيكون الخطوه الاولى لحتى انا اداركها هي الحركه. دائما انا في عندي نوعين من الحركات ومن العضلات لازم اشتغل عليها، العضلات الكبرى والعضلات الصغرى. اللي هي العضلات تبدا انا بالعضلات الكبرى، اللي انا لما بدي علمه نشاط رياضي، قدم، سله، اي شيء انا بحرك العضلات بشكل كامل. ده بعدين المرحله اللي بعدها بتكون بالحركات الصغرى اللي هي المهارات اليدويه، اللي انا ممكن اخليه يساعدني بالعجين بالبيت، ممكن انا اخليه مثلا اذا بنتعلمها مهاره معينه مثلا بالخياطه وضم الخرز، في كتير معجون للاطفال، في كتير تفاصيل للكبار مثلا الرسم، الصلصال، هي تفاصيل كتير بتزيد التركيز والانتباه وبتخليني اكتشف ميول الطفل، اللي انا كيف قاعد على الموبايل وعم بيضيع وقت ساعتين ثلاثه، ممكن كثير يحب مثلا النحت ويقضي نفس الوقت على شيء بين ايديه، يعلمه هذا، يقوي له هذا التآزر، يقوي له هي الدقه بالملاحظه، هذا التذوق الفني اللي هو حيكون بعيدا، حيكون كثير حسي، بعيد تماما عن المسيرات اللي عم تجي بشكل فوضوي من الجهاز. يعني خلينا نقول انه الخطا الاكبر بيوقع على عاتق الاهل، الاداره الغلط، التربيه الغلط. في امهات بتقول لك انا ابني قاعد مثلا على التاب وخلص اتركني مرتاحه من صوته، ممكن هي تمد معه 10 ساعات، خلينا نقول اوكي هي مرتاحه، فهذا الشيء هو يعني الاهل هنا المسؤول الاكبر عن هاي الاخطاء. أكيد. في اطفال بيخلقوا من اول نشأتهم ومن اول ادراكهم للامور وللي حواليهم بيكونوا هاديين او باردين، يعني الى حد ما بيكون عندهم هي النشاط الحركي والهوبره وما بيكونوا حركين عكس الاطفال الحركين، وبيكون عندهم بلاده حتى بالتفكير او بطء بالاستيعاب. هون شو لازم، شو دور الاهل هون بهي الحاله؟ دائما بالدماغ مناطق اللغه، منطقه اللغه والحركه والتعلم هن كثير مترابطين وكثير قراب من بعض. لهيك نحن دائما حتى لما بيكون في عندي انا طفل عنده بطء معين، انا دائما بحاول احطه بنشاط رياضي، وبالمرحله الثانيه بعد النشاط الرياضي هو اكيد حيتململ وما راح يقبل، حيكون في نوع من الالزام انه انا خلص في نشاط لازم انت تقوم فيه، ولو ان شاء الله امشي كل يوم مده نص ساعه. صح، نحدد له وقت يعني. تمام. المرحله اللي بعدها انا بربطها بالوقت، انه انت بعطيه اول شيء وقت اطول من الوقت اللي هو بيقضيه. مثلا هو بطء انه بياخذ معه لينجز شغله نص ساعه، فانا مثلا بعطيه 3/4 ساعه لحتى اعطيه هذا الشعور بالانجاز والحماس، لحتى يصير عنده هذا الدافع انه اي اوكي انا بدي اجرب اكثر، وبلش بقلل هذا الوقت وهي الدقائق لحتى احصره بالوقت المناسب لانجاز المهمه المطلوبه منه، طبعا حسب عمره وامكانياته واذا كان في فروق فرديه او في مشاكل معينه. بعدين انا ببلش بقلل هذا الوقت لحتى حفزه، لحتى رجعه للزمن يقضي هي المهمه المطلوبه منه بوقت اسرع شوي. في مكافآت ولا لا؟ تماما. نحن كلنا ما عدنا مشينا غيدو مكافآت، صح؟ فدائما نحن بالنسبه للمعززات او المكافآت، انا كثير بحب دائما الاطفال علمهم اي شيء بنقل من الحسي لشبه المجرد للمجرد. الحسي اللي انا بعطيه المكافاه، ممكن ارسم له على ايده، ممكن اعطيه اكله بحبها، بعدين الشبه مجرد انا ممكن اخذه مشوار عند التيتا، نزله على الحديقه، اخذه على المول هو بحب يتمشى فيه مثلا، بعدين بالاخير انا دائما بكون عم برفقهم بمفردات وكلمات تعزيزيه، بعدين انا بضل على المفردات والكلمات برافو،
شاطر، المرة الجاية حتكون أحسن، أنا مبسوطة فيك، أنا فخورة فيك. وبسحب المعززات الحسية اللي هي سواء المكافآت المادية كأكلات أو مشاوير أو شيء، وبكتفي بس بالتعزيز اللي أنا بعلمه بالمراحل. لما بصير بعمرنا بصير أنت لما عملتي شغل مهم إنه برافو رندا أنت عملتي شغلة منيحة، ما بتقعدي بحاجة إنه يجي حدا من برا يقول لك هي برافو، أنت صرتي تماماً صرتي أنت قادرة تماماً تقيمي الانجاز اللي انت عملتيه وقد ايه جيد او قد ايه لسه بده شغل اكثر. تمام رندا، يعني بدنا نشكرك اليوم على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واهم شيء النشاطات الحركيه لكل اطفالنا، لانه عن جد في اطفال بتزعلي عليهم كيف بصير عندهم اضطرابات بوقت مبكر من سبب يعني سلوك خاطئ من كان الاهل غير موجه. تماما، خلينا لك نصائح اخيره قبل ما نختم مع حضرتك بتقدميها، نعرف نتصرف صح مع اطفالنا. اهم شيء الملاحظه، نحن دائما بنلاحظ على اطفالنا بيكون بطريقه او مباشره او غير مباشره. كثير مهم انا راقب ابني، المشاكل بنلاقيها اكثر بالامهات اللي ما عندهم غير طفل واحد، فهي ما عندها خبرات بباقي الاطفال. دائما لما تاخذوا بجولات على روضات او على حديقه او على اماكن فيها اطفال من نفس العمر او بين القرايبين بين الجيران، وتحاول تقارن وتشوف قد ايه طفله حركته مناسبه او هل هي موجهه او هل هي ضمن انتباه مناسب او لا، هل هو بحركته عم بيأذي حاله او لا. دائما بتلاقي في اطفال فوضويين، بتلاقي بيأذي حاله او ممكن يتحرك حركه يضر حاله فيها. كثير مهم نحن نراقب هذا الموضوع، نراقب غذاء الطفل، كثير مهم لحتى ندارك هذا الموضوع يكون في نوم، فترات نوم كافيه. اهم شيء التنظيم والروتين، الروتين كثير مريح لنا وإلهم لحتى ما انا اتعب منه وحطه وقت طويل على الموبايل. يعني بتحسي هون التربيه مهنه، صارت مهنة عن جد، يعني بدها كثير إدراك وإدارة صحيحة وانتباه لدق التفاصيل للولاد. في كذا مدرسة، يعني في مدارس بتقلك لازم تكوني حازمة جدا، في مدارس بتقلك لا لازم تعطيه شخصيته، فأنت لازم تشوفي ابنك شو بيناسبه وأنت كيف شخصيتك كأم لحتى تقدري تعملي هاي. أهم شيء الاعتدال، اعتدال بكل شيء، صحيح. التوازن صح 100%. نتشكر وجودك معنا اليوم الأستاذة رندا علي ديب، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم.